اليوم أنت شوف بعض البرامج الانتخابية وشوف بعض البرامج الانتخابية السابقة، في ناس من المرشحين يشككون بولاء بعض الفئات وبعض يعني المواطنين الكويتيين. نعم. وإحنا اليوم نبي نحمي هذه الوطنية، روح يعني الهوية الوطنية. تشكيك في الولاءات. إيه نبي نحمي هذا، وإن هذيلا والله عندهم في مزورين، ورئيس مجلس الأمة السابق قال في عندنا زيادة غير طبيعية 400,000، وأحد المرشحين السابقين قال عندنا 196,000. فإحنا علشان نحمي الهوية الوطنية ولا أحد يتقول، اللي عنده شيء زين أنت عندك 400,000 ليش ما رحت تقول هذيل 400 هذيل لهم عدل عددهم؟ طيب أنت اللي تقول عندي 196,000 مزور ليش ما رحت تقول هذيل المزورين؟ إحنا حتى نحمي هذا تقدمنا بمشروع لبسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية ومسائل خصوصا مسائل السحب، سحب الجنسية. إيه أما المنح هذه سيادية للحكومة وما في مشكلة وتقدمنا فيها، إلا أنها حتى الحكومة ما بالدور الانعقاد الأول ودور الانعقاد الثاني أيضا أنا تقدمت وتبنيت هذا الموضوع وقدمناها، والحكومة طلبنا جلسة خاصة والحكومة ما حضرت. الحكومة ما حضرت تقول ما حضرت، طلبت جلسة خاصة طلبنا جلسة خاصة ودعي للجلسة الخاصة ولم تحضر الحكومة، وبالتالي يقولون عذرهم أنتم ما نسقتوا ويانا. شلون نسق وياك أنا؟ أعطني نص باللائحة وبالدستور يقول إني أنا لازم أنسق وياك عشان أطلب جلسة خاصة. عذر الحكومة دائما بجلسات خاصة إذا ما صار فيها تنسيق. إن ما نسقت وياك هذا صحيح ولا لا؟ يعني في تنسيق مع الحكومة باب الدستور والتعاون. التنسيق يعني. تعال أنت وقول رأيك داخل قاعة عبد الله السالم. كيف أنسق وياك؟ يعني أنسق وياك أقدم جلسة ولا ما أقدم جلسة؟ أجل أنا عضو مجلس أمة ولا عضو مجلس وزراء؟ لا. لازم انت تجي كحكومه وتقول وجهه نظرها وتقنع النواب وجهه نظرها. فبالتالي الحكومه تشوفها مو محق انها ما تحضر الجلسات الخاصه. لا اكيد لا. القانون هذا ابو منصور بس سلطه القضاء على مسائل سحب الجنسيه راح تتبناه في المجلس القادم باذن الله؟ انا راح اتبناه ان شاء الله من اولى الجلسات باذن الله، وراح نقدمه ونامل ان شاء الله ان نشوف رئيس الوزراء القادم اللي يتوقع ان شاء الله انه شيخ احمد نواف انه يدفع معانا في هذا الملف، وحتى نقلق هذا الملف خصوصا يعني انه ملف يؤرق كثير من الناس.